أعلن المدرب الإيطالي للمنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات فرانسوا سيلفاني عن استقالته من منصبه في المنتخب، وهذا بعد اتفاقه مع الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة والتي قبلت استقالته بعد اجتماع تقييمي لمشواره مع الخضر، فيما تم تعيين مساعديه نبيل تنون وتوفيق بن عمان لقيادة المنتخب في الألعاب الإفريقية في برازافيل سبتمبر القادم.